صلوا دخلوا هجليق العصر يا جنا. يا بازن الوسوق، يا بازن الوسوق، تخيل.
السلام عليكم، مساء الخير، كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين، كيف احوالكم؟ كيف امسيتوا كلهم؟ ان شاء الله بخير، طمنونا عليكم. نازل في اللايف، السلام عليكم، كيف احوالكم؟ نازل في البيوت، السلام عليكم. نازل في الولايات، السلام عليكم. قيادة العامة، السلام عليكم. مستنفرين، السلام عليكم. ارتكازات، دفاعات، الشجرة، السلام عليكم. درات، السلام عليكم. الزخيرة، كيف أحوالكم؟ ناس السادة الثغرات، كيف أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. الأسر المستنفرة في الخرطوم، السلام عليكم. ناس المصندة وثابتة وراكزة كيف أخباركم؟ الجيش، السلام عليكم. كل الجيش، شرطة، هيئة العمليات، جهاز الأمن، احتياط المركزي، السلام عليكم، كيف أخباركم؟ معسكرات الاستنفار، السلام عليكم، كيف أخباركم؟ نسأل الله أنه يتقبل شهداء الشعب السوداني، ونسأل الله أنه يتقبل شهداء القوات المسلحة، ونسأل الله أنه يربط على قلوب أسرهم وأولادهم وزويهم يا رب العالمين. نسأل الله أنه يشفي المصابين، نسأل الله أنه يحفظ الأسرى والمأسورين بخير ما حفظ به الأنبياء والمرسلين يا رب العالمين، ويرجعوا سالمين غانمين يا رب العالمين. كيف أخباركم كلكم؟ إن شاء الله طيبين. وما زلنا في معركة الكرامة، وكل يوم إحنا في انتصار في الداخل والخارج، وانتصار في أنفسنا، وانتصار في صيغتنا، وانتصار في ثباتنا. الحمد لله، والحمد لله على نعمة البصيرة. يعني المعركة كل يوم بتشتد وبتزيد، وهي بيفتكروا انهم لما يضغطوا على السودان من برا، ويضغطوا على السودان بالقرارات وبقمة الإيجاد وبجدة وبالأمم المتحدة وبالصليب الأحمر وبالمنظمات وبالشكاوي ضد القوات المسلحة وباستهداف قيادة القوات المسلحة، بالإعلام الرخيص اللي بيشتغل في إمارات أو في دول الخليج أو غيره، هم بيسوقونا لبوابة، هم سايقيننا لبوابة واحدة، إنه الحل في الاتفاق. يعني دي الخطة هنا، بصحوا من الصباح، والله يا أخي الجيش متقدم، لا لا ما متقدم يا أخي، البرهان امبارح جا في وادي سيدنا، لا لا جا ساي بس دار يشوف الوضع، خايف يا خايف. طيب يا أخي لا 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 ما، طيب في المهندسين لا لا ما في حاجة. طيب يا أخي دفاعاتنا تقدمت في الشجرة وماشيين وحاصرنا المدرعات دي، بقينا لين أسبوعين ما سمعنا دعامي مشي عليه، ده ما انتصار كويس، لا لا ما انتصار كويس، الجيش في المدرعات قاعد يسرق في البيوت،
وبيقتل في الصليب الاحمر. طيب الحل شنو؟ الحل مش هقعدوا تتفاوضوا معاهم، بس يا هدول حنطلع لكم عبد الرحيم. هو فاكر انه الضغوط دي كلها، كل الضغوط دي بيضغطوا على ال 50 مليون سوداني وشعوب العالم الاحرار المتضامنه معانا، والناس اللي بتفتش عن حريه وبتشوف في السودان نموذج انتصار الشعب على الهيمنه والاستعمار. الحل انه سوقونا للبوابه بتاعت الاتفاق، وناسين انه احنا عندنا بوابه اسمها الانتصار في المعركه. يعني هم كل ما يزيدوا ويضغطوا احنا والله بنلتف حول القوات المسلحه، والالتفاف حول القوات المسلحه ده ما كلام، ده فعل. الناس يعني انت يوميا بتشوف الصفحات الرسميه، طبعا الناس لانه القلوب مجبوله على الخوف يعني، واليقين والثبات بالله ده حاجه بتكتسبها، ف ما بيفتحوا صفحات الحرية والتغيير، ما أعرف العربية الحدث، لكن لو بتفتح صفحة القوات المسلحة وكالسون للأنباء بتلقى أخبار كويسة، بتلقى مواقع كثيرة دعم القوات المسلحة ودعم للحق. هي أساسا ما دعم القوات المسلحة، بتتكلم كلمة حق، بتلقى أخبار كويسة، بتلقى في تقدم. لكن لما تسمع ديل بيقول لك لا الموضوع ده مقفل خلاص، ما في إلا نقعد. نقعد وين يا زول؟ نقعد نتفاهم مع الدعم السريع. اوكي، رشح في الاخبار قبل شوية انه الايجاد قالت للبرهان خلاص الدعم السريع حدد منو اللي حيقعد يتفاوض معاك، هو عبد الرحيم دلو. كويس، ده هنا في الخبر كده بقول يعني في اخبار البلد او البوابة الاخبارية. عاجل مصادر للحاكم، سكرتير الإيجاد يخطر الخارجية السودانية بأن عبد الرحيم دلقو هو من سيلتقي البرهان كممثل قوات الدعم السريع. دي زيادة في الضغط. أول حاجة سكرتارية الإيجاد إحنا طلعنا لهم بيان أو لمس، قلنا لهم عدلوا البيان حقكم الختامي اللي بيتكلم عن إنه البرهان وافق، البرهان قعد، البرهان تواصل مع حميدتي، البرهان قال يا اخ والله الحرب حتجيب في كده. قال لهم عدلوا السكرتاريه دي اللي التزمت معانا، واظنكم سمعتوا كلام وزير الخارجيه امبارح، قال الايجاد جاهم ضغط من الخليج. المذيعه سالته قلت له من منو؟ قال لها من الامارات. شخبوط لما نزل في الايجاد بعد البرهان ما طلع دفع لهم قروش. السكرتاريه اتفقت مع الحكومه السودانيه انه يرسلوا لنا البيان الختامي. بعض المحللين ما زالوا مصرين انه ليه الخارجية السودانية ما خلت مندوب يقعد معاهم لحد ما يصيغوا القرار وبعد ما البرهان مشى عشان يتأكد انهم كتبوا الحاجة الصح. يعني هم بيحملوا الخلل اللي حصل في بيان الإيجاد الختامي للبرهان والخارجية. في حاجة فايتة عليكم يا اخوانا، احنا لو خلينا اي زول تابع للحكومة السودانية في الايجاد اليوم ده كان حيجي طوال الحريه والتغيير يطلعوا يقول لك وفد وفد الدعم السريع والايجاد التغى بممثل البرهان، كانوا حيعملوا العمليه دي. احنا ما خلينا لهم زول، اتفقنا مع السكرتاريه، مضوا معانا ورقه قالوا لنا يا اخي البيان الختامي حنرسله لكم لما نتوقع عليه يا البرهان حتى نعلنه. قاموا اعلنوه براهم لما رسلنا لهم بياننا بتاع انه احنا معترضين على الحاجات اللي حصلت. السكرتاريه ما اشتغلت بينا، مشت السكرتاريه فتحت لها موضوع تاني، قالت انه يلتقي البرهان مع ممثل ومندوب الدعم السريع. ده صدرت قبل شويه الحاجه دي. عبد الرحيم يلاقيه ولا شنو؟ عشان يتفاوض معه. يتفاوض معه كشنو؟ كطرفين النزاع. عبد الرحيم شايف البرهان شنو؟ نسال الحريه والتغيير، السلام عليكم كيف اخباركم؟ انتوا قلتوا الجيش ده مختطف والبرهان قراره مختطف وده شغالين فيه، وانتوا بتحاولوا تميلوا او بتعدوا لمرحله ما بعد الحرب انه حتتواصلوا مع البرهان، فحسي عشان بعدين ما نجي نضغطكم نقول لكم مشيتوا ركعتوا للبرهان من حسي بتطبلوا له. البرهان مختطف، قراره مختطف، زول بيركب طياره بحوم السودان كله مختطف كيف يعني؟ زول بيدخل اجتماع في يده جرانيت، ده منو اللي بيختطفوا ده؟ ما عجبه بقوم بيه، زول بيدخل اجتماع مسلح، ده منو اللي بيجبره؟ لكن انتم مصرين بكلها تهيئه والحاجه دي في احلامكم ما بتحصل، والله بطمنكم الكلام ده ما بتقعدوا معه، الموضوع ده انسوه يا حريه وتغيير. عبد الرحيم حيقعد مع البرهان كشنو؟
يعني داير تفاوض معاه وكشنو؟ احنا والله تفاوضنا مع الحريه مع الدعم السريع، البرهان حددوا لنا يا اخواننا، كلامه كان واضح، عشان احنا دارنا نرسل للسكرتاريه بتاعت الايجاد الخونه ديل، هسي بيرسلوا لنا يقول لنا تعالوا اقعدوا مع الدعم السريع، انتوا من الاول ما احترمتوا السودان ومشيتوا زورتوا وزيفتوا في القرار النهائي وكلام البرهان، جاكم هناك في جيبوتي غيرتوا كلامه، داير انه حسي يتواصل معاكم ويجي يقعد مع عبد الرحيم، كويس يا سكرتاريه الايجاد. البرهان يا اخواننا محدد علاقته مع الدعم السريع واضحه، سماهم قال الميليشيا المتمرده، يبقى لما نتفاوض معاها حيتفاوض معاها تحت بنود معينه في قانون انه لما قوه تتمرد على القوات المسلحه وزاره الدفاع تحمل السلاح ضد الدوله، انا بتفاهم معاها انها تضع السلاح تعلن استسلامها تجي انها تخش معسكر تخش دمج، دي الحاجات البرهان شايف بها الدعم السريع، شايف انه قوه متمرده. عبد الرحيم شايف البرهان شنو عشان يتفاوض معه؟ تفضل. قائد الاعلى للقوات المسلحه شايفه؟ كان شايفه رئيسه؟ شايفه مدير السودان كله؟ يعني شايفه رئيس السودان؟ شايف معترف به انه رئيس السودان؟ بفاوضوا انتوا الحريه والتغيير دارين الدعم السريع يفاوض الجيش على شنو؟ كشنو يعني؟ لما مشوا هناك في وفد جده مشوا وفد من البرهان او من الجيش او من الحكومه السودانيه. لكن لما تيجي تتكلم عن البرهان شخصيا اقعد مع عبد الرحيم شخصيا، دي عندها مسميات. احنا والله امورنا واضحه، سمينا الدعم السريع ده تمرد، سمى اولاد دقلو ديل قاده التمرد، تمام؟ طريقته في التفاوض معاهم انه عبد الرحيم اعلن استسلامه، يسلم قواته، يخد سلاحه، يجمع قواته في معسكر، ده كلام ونظره عبد البرهان لعبد الرحيم. عبد الرحيم شايف البرهان شنو؟ شايفه شنو؟ لما تيجي تتفاوض بين طرفين الموضوع ده عنده تعريف، تفاوض ده عنده تعريف، في حالة الغزو، في حالة الاعتداء، في حالة التمرد، في حالة إعلان إقليم انفصال، في حالة حرب دار سلام، التفاوض ده معرف، يعني ما بتيجي تقعد طوال تقول أنا دار أفاوض الزول ده، تفاوضه لمنه وعلى شنو وهو ممثل منه. البرهان أموره دستورية واضحة، سمى التمرد ده ميليشيا التمرد، الدعم السريع سماها وحل قانونه وحلاها بمرسوم دستوري بالنسبة له، قوة ناشزة من الدولة تخد سلاحها تجمع قواتها تدفع عليها، ده شايفه البرهان بالنسبة لعبد الرحيم. عبد الرحيم شايف البرهان شنو؟ دي بيتحدد إذا شايفه هو والله رئيس مجلس السيادة والحاكم العام وبيتكلم باسم السودان، عبد الرحيم احنا عندنا معاه كلام البرهان حينقل مطالب الشعب السوداني، ادخل بيوتنا الدعم السريع بالمناسبه. ادخل بيوتنا الدعم السريع. سرق عرباتنا الدعم السريع، اللي انتهك اعراضنا الدعم السريع. لما تيجي تقعد مع البرهان تتفاوض معاه يا عبد الرحيم دلقو حينقول لك مطالب الشعب السوداني كلها. ما حيتكلم معاك عسكريه. انت داير من البرهان شنو؟ يعني انت حسي حربك دي داير من البرهان شنو؟ وحتقعد تتفاوض معه وداير يعمل لك شنو؟ يدخلك في السلطة يعني؟ هل الدعم السريع يسعى لشراكة البرهان في إدارة السودان؟ يعني عبد الرحيم ده حسي يا اخواننا تحت أي ظرف من الظروف انتوا كشعب سوداني حتقبلوا الدعم السريع يحكمكم، أنا داير زول يشرح لي بعد العمل الدعم السريع ده والبعمل فيه الدعم السريع، الليلة لما تفتح صفحة مثلا كادر من كوادر الدعم السريع والبوغ الإعلامي بيقول لنا اصل اللبيض اللي بيقدر يمرق يمرق لو يومين في هجوم كبير على اللبيض اللي بيقدر يمرق يمرق، هي طبعا مساله بتاعت انت ممكن تقول والله يا اخي في اخبار انه الدعم يا خليفه دنقر في اخبار انه الدعم السريع داير يهاجم اللبيض، تمام؟ تقوم تقول والله يا اخي على الفرقه الخامسه الاستعداد على المواطنين الاستعداد، انا افهم انك انت خايف على المواطن والشعب السوداني ومحايد، لكن لما تقول للناس امرقوا انت بتبث في الرعب وانت بتقول للناس امرقوا وسلموا بلدكم للدعم السريع، انت كده ما بتخدم فينا، انت هنا ما محايد، انت هنا دعامي، عملك انه بس الرعب تخويف الناس البلبله في اللبيض. عبد الرحيم داري هاجم اللبيض، الموضوع ده ما استهداف للمواطن وانت بلسانك قلت انه المواطنين يطلعوا، هل عبد الرحيم ده ناس اللبيض حيقبلوا انه يبقى حاكم على السودان؟
عبد الرحيم داير شنو حسي لما نقعد مع الجيش يتفاوض داير شنو؟ هل عبد الرحيم ده تحت اي ظرف من الظروف خلي البرهان وافق على شروطهم كلها، وافق على شروط الحريه والتغيير واستسلم الجيش وسلم واي حاجه، انت كمواطن تحت يا تظرف من الظروف او يا توعي او يا تعقل معك حتقبل انه الدعم السريع تاني يكون قاعد في القصر الجمهوري؟ اديني مبرر واحد بس. الحريه والتغيير ضاغطه انه الجيش يتفاوض مع الدعم السريع قبلنا، وانه الحل الحرب دي في تاريخها قال زي ما شبشب الملك بنقول لنا في كلام انه تاريخ الحروب بتنتهي بتفاوض، وانه الكيزان تفاوض، وانه فلان تفاوض. الكلام ده لما تجي تعرف الحاجه الحاصله في السودان دي هي عدوان وتحالف دولي وغزو خارجي وانتهاك للاعراض والمواطنين، وديل انت جاي تحكمهم. زمان الكيزان لما انفاوضوا اغليم مجموعه قبليه عندها ثروات مكان قالوا احنا ما دارين السلطه دي، احنا ما بنشبهكم، احنا ما زيكم، احنا حاجتنا مختلفه، احنا ديننا وعقيدتنا مختلفه. الموضوع ده بيتكتب، ما تفرضوا علينا دينكم، احنا بعبادتنا، انتم بالهكم، احنا بالهنا. الموضوع احنا ما داخلين جوا الدوله، احنا حتتنا بعيده، ما بتشابه الاتفاقيه بتاعت نيفاشا بالمفاوضات اللي انت بتسعى عليها، ما في، ما بتشابه العدو الفاوض مع الكيزان او تفاوض مع الجيش بالعدو الحالي، ما في علاقه. ما في علاقه بين الاهداف. جنوب السودان قاعد في حتته قال ما داير الجيش يجيني، قال انا ما داير الحكومه المركزيه تصني، قال انا ما داير دين الدوله ده يحكمني، خلوا حاجات تكون عندكم وانا قاعد في حتتي. الدعم السريع ما عمل كده، ما قعدوا في حته قالوا احنا والله دار ننفصل. الدعم السريع جه دخل جوه البيت حقك في حته ما حقته، للبيت، للمنطقه، للمكان، للبيئه، للمجتمع، ما حقه، قال ده حقاتي وانا دار احكمك. دي اسمها عدوان، اسمها استعمار، اسمها تجريف، اسمها قتل. لما تمرق زول من بيته وتقعد انت عسكري افهمك انك انت احتليته، لما تمرق زول من بيته تجيب مرأة تانية واسرة تانية وتسكنهم وتتصور في البيت وتعمل عرس وتعمل البيت ده حقك لدرجة انت بتتصور ليه فوق النوم حقة المواطن، ده اسمه تجريف، ده اسمه استعمار، ده اسمه احتلال، ده ما فاوضوا فيه، ده ما فاوضوا فيه. مهما كانت القوات المسلحة في حالة ضعف او تلاشي، الجيش لو ما كان فيه حاجة في الحالة دي الجيش مفروض عليه ويقاتل لحد ما ينتصر، لأنه قلعوا منه الحاجة. الجيش مش تجي تقول والله الجيش في حالة ضعف كيف يفرض سيطرته، أنا ما لاقاني أحقر منك. ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق الله عز وجل في العصر الحديث، أنا الآن ذا شخصيا ما لاقاني أحقر منك. الكلام اللي كتبته الليلة ده تجاوز كل الخطوط، أنت خلاص أنت بقيت مجنون اللي بتكتب فيه ده بدون عقل. بيقول انه الجيش يا اخي كيف يفرض شروطه على الدعم السريع وهو الجيش ما مسيطر والجيش ما منتصر؟ اول مره اشوف جيش مهزوم بيفرض شروطه على المنتصر. انت اقتنعت انه الدعم السريع منتصر؟ انت اقتنعت انه الدعم السريع منتصر؟ ما قادر تستوعب انه الجيش ده ممكن الان يقاوم؟ لو الدعم السريع انتصر ليه فتش بالتفاوض؟ ما يعلن دولته. نعم؟ الدعم السريع ما دام منتصر وما محتاج يتفاوض مع الجيش ما يعلنه. ومش قاعد في القصر الجمهوري وقاعد في محيط القيادة وقاعد في مدرمان والمهندسين، مش قاعد في كم وعشرين حتة ذكرها خليفة دنقر، محتاج يتفاوض مع الجيش مهزوم ليه؟ ليه؟ ليه الدعم السريع يضيع في زمنه؟ ليه داري يلاقي البرهان وما يلاقي البرهان؟ ما تعلن دولتك الحاجة اللي في راسك اعملها. طيب ما تفاوض الجيش، بل الجيش واعلن الحاجة اللي في راسك، لأنه انت يا شبشب الملك ما منتمي للسودان ولا عندك علاقة بوطنية ولا عارف معني شنو شعب سوداني، انت ما عارف الحاجة دي. عندكم خلل، انت عندكم بارانويا سايكوباسية وحقيرين. انت ما ممكن احنا نخاطبكم، لكن احنا بنرفع بيكم وعي الناس وانه يتمسكوا بحقوقهم ليه؟ يعني 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 الكلام اللي انت كاتبه ده تحت يا ظرف ممكن تكتب كلام زي ده؟ انا داير افهم يعني. لما نيجي زول يكتب لك الكلام ده يا شبشب الملك، عين في حقوقك بيقول شنو؟ ابراهيم ابو بكر مرسال، معروف ده طبعا في الميديا.
قال العربات والبكاسي والبرادو والأوباما ما غنيمة ثمينة، الغنائم الثمينة اللي بتفيد البلد وبتفيد دارفور هي المصانع. فكوا المصانع، أي مصنع إن شاء الله مصنع أكياس ولا طب بلوك ولا مصنع حلاوة، دارفور محتاجة لمصانع، جيبوا المصانع. وتلك غنائم حرمنا منها تاريخيا، جيبوها أقلعوها خلوها ليهم نخيل بس، دي كلها مصانع لكيزان وحواضن الجيش. ما في سوداني شريف عنده مصنع، المصانع دي أهم من البوكس يا أم قرون. يا أم قرون علي سقف الأحلام شوية. لما تسمع زول بيحرض في قوات المعتدية إنها تفرتك أملاك الناس، تنقول حتة تانية علني قدامك، أنت تحتيات الظرف حتفاوضه. الليلة هم بيخططوا ينقلوا في 27 شاحنة، خططوا ينقلوا مصانع من الخرطوم حقت ناس متوارثينها كابر عن كابر، في 27 شاحنة شايلين معدات حقت مستشفيات. الكلام ده انت ما شايفه ولا اخبار دي شايفها؟ ما تعلق عليها يا خليفة دنقر، علق عليها يا حنان حسن، اتكلم عن الجرائم بتاعت الحرب انك تنقل حاجات الناس واملاكهم، اتكلموا عن التحريض ده، حاولوا خليكم محايدين. يعني احنا نتفرج انه الناس انقلوا في حاجاتنا وتقول لي لو انا قعدت ما قعدت اتفاوض معاهم، معناه انا كوز وبلبوسي وانا مسيطر علي علي كرتي. الكلام اللي بتكتبوه ده شبشب الملك لو كنت دعامي انت من آل دقلو، لو كنت حميتي ما بتقوله، لكن لانه ده قلت لك المشروع حقكم واللي هو اصطدم بحائط. انا بطمن الناس بعد اللي بتعملوا فيه ده كله، في حائط انتوا ما حتقدروا تتجاوزوا، وده المركعكم، مركع اسيادكم، وده المركع العالم، ما حتقدر تتجاوز انه الشعب التف حول القوات المسلحه والسودان كله بقى جيش. الموضوع ده انتوا ما حتقدروا تتجاوزوا. الليلة تشاهد في صفحاتها بتاعت الإعلام بتتمسخر في مستنفرات القوات المسلحة، جايبين تخريج من الشمالية بلد السفيه الحمدابي المشى بلغ في الرجال. تشاد بتجيب الصور بتاعت المستنفرات بتقول عانوا جيش السودان كله بقى نسوان اسمهم أخوات نسيبة. طيب ده شرف بالنسبة لنا إحنا، والله العظيم ده شرف. لما يقولوا لك هنا بيجوا قال لهم سرقة العربات والحاجات دي ما حاجة، قال لهم أسرقوا المصانع جيبوها كلها، دي مصانع كيزان وحواضن الجيش. ما في سوداني شريف عنده مصنع، كيف ما في سوداني شريف عنده مصنع؟ كيف يعني؟ كيف ما في سوداني شريف عنده مصنع؟ كيف ما في سوداني شريف عنده مصنع؟ ولما تسرق المصنع ده انت تودي دارفور، انت حتبقى شريف؟ تقلع حق الناس تحت مبرر انه ديل كيزان وحواضن حقت كيزان، تقلعوا حق الناس تفرتقوها عديل؟ ودار الجيش انت يتفرج، والجيش لانه مهزوم والجيش ما عنده القدره والجيش يقعد يعاين يا شبشب الملك. الدول اللي انتوا قاعدين فيها ما تكلمت في نموذج السعوديه دخلت اليمن، بتحارب في اليمن من 2014، عملت تحالف دولي دخلت اليمن، ما تكلمت في دي ليه؟ لماذا تحارب السعوديه في اليمن؟ ما كانت من الاول تقول تفاوض وما قعدت الست سبع سنه والفراسه ما كان سوته. ما كان تقول يا اخي تفاوض والحرب بتنتهي بتفاوض. النموذج الامريكي في العراق، امريكا اوياك وحاضنات دي ما تتكلم في اللي بتعمل فيه في العراق. اللي بتعمل فيه في العالم كله ما تتكلم فيه. التعدى على حقوق الناس، تدور سفينة من واشنطن تمشي توقفها لهم في خان يونس عشان تحاصر غزة، اطلع الرئيس الامريكي ووزير الخارجية يقول يا اخي احنا مع اسرائيل في ضمان حقها، بتخش لي غزة في بيوتهم، قال احنا معاهم. الليلة انت تيجي زول اعتدلك في بيتك، دخل لك بيتك بيقتل فيك، تيجي تدافع عن نفسك تقول لي لا ما تدافع، انتوا فيلول استسلموا ليهم، جيشكم ما قادر يسيطر، جيشنا ما قادر يسيطر لانه ما فيه رجال كتار، جيشنا ما قادر يسيطر وينتشر لانه الرجال الفي بيقيفوا ضده وضد البلد. في حاجه انا محتاج انه احنا نتناقش فيها، لماذا يعني 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 الموقف بتاع اعلان الحرب اللي بيتخذوه الرجال ده؟ يعني حسي بقت حتى معسكرات الاستنفار العالم بعاين لها، بعاين لها بيشوف الكنداكات،
الواقفين في المبادرات كندهكات، بنتكلم عن موضوع البصات وتجهيز البصات للناس الراجعة وترتيب المسألة دي لهم، بيلقى فيها بنات الموضوع ده، أكل وشراب بنات، تفتح صفحة الراجل تعال له يقول لك يا أخي دي حرب عبسية. يا سيدي أنت راجل، أنت رجل، الله خلقك بمواصفات للقتال وحماية بلدك وحماية عرضك وحماية المرأة، دي شغلتك، تكتب لي لا للحرب، دي حرب عبسية، ما في حرب بتنتهي. طيب يا أخي البنات حسي دخلوا وانت أخجل من تشادل بتطاعم فيك، بتقول لك يا أخي جيشكم بيقى بنات ومستنفرات، ما هو رجالنا دي النوعية زي بتاعت شبشب الملك ولا خليفة دنقر ولا عمر الدقير ولا خالد السلك. يعني لو خطابكم ده موجه للدعم السريع، بتقولوا للدعم السريع يا أخي وقف قتلك للمواطنين، أنا أقبل، وقف احتلالك للبيوت لأن الموضوع حيتصاعد، أنا أقبل، لكن استهداف كل المواطن. شبشب الملك بيبدأ منبذ الشعب كله، يا أغبياء يا متخلفين ماشيين ورا الهنبول، إحنا كلنا ده تحكمنا كيف؟ طيب إحنا كنت أغبياء ما بوجهوا رسالة للدعم السريع، بنبذوا الجيش وينبذونا إحنا. طيب يا أخي خليكم محايدين، قولوا للدعم السريع وقف اللي بتعمل فيه. حاجة عجيبة في أنا ما أعرف، حتى لما ندخل الدعم السريع منطقة الشيء اللي بعرف إنه النسوان بيركزوا، الشباب والأولاد وبتاع يقوموا يتجاروا، ده قبل الاستنفار يعني، وفي أحداث كثيرة حاصلة. هل الدعم السريع ده عامل عمل للرجال؟ هل الدعم السريع ده جايب شواطين؟ هل الدعم السريع ده هل الحرية والتغيير ده طبيعيين؟ يعني كلامه ده زي كلام شبشب الملك ده، هل هو طبيعي؟ هل الزول ده ممكن تكون في قوة خارقة؟ هو خاين وعميل، دي أصلا من الله خلقه كده، ده طريقته وعواليقه وبتدهنس للحكام وبيطبل للوزراء، ده طبيعته وعايش على كده. وبعد ذلك تجي دعاية ليه يقول لك أنت دعاية لي، أنا منه اللي تكلم في البدوي دي؟ بدوي ما أغبى منك، وأغبى بتاع رياضيات في الدنيا، أغبى بتاع رياضيات في الدنيا البدوي ده. سلموه الرغيفتين بجنيه وصلوا لنا 80 جنيه، الدج قالوا ب 28 بقى ب 600,000، ومرق ما عمل اي حاجه، ده ما بليد، ما تقعد تفتشوا الحجج، انت اللي بتدعمه ده. لكن هل انت طبيعي؟ هل خالد السلك ده طبيعي؟ ولا الدعم السريع ده عامل لهم كادوك ولا شنو؟ ما قادر افهم انا. البيت بتلقى فيه الزول الواقف مع الحق المرأة، اللي بتبيع ذهبها وتدعم المجهود الحربي المرأة، اللي بيمشوا يجيبوا البهايم النسوان اللي بيطبحون ديل 20 و30 خروف ديل ما بنات ست المبادرة بيت، اللي بيمشوا يجيبوا الدواء، حس الدواء جبناه من عطبرة ده، مشت بيت دورت من المدرمان، مشت جابت الدواء وجات راجعة، تكلف راجل بالموضوع يقول لك لا هو طبعا الموضوع العبثي ده يا صرفة، يعني اصل البرهان ده ما هو مفروض. انا ما قادر، في حاجة ما ياها، في حاجة ما ياها في القصة دي، انا ما ممكن تكونوا انتوا كده، لا يمكن. انا والله شوف من القصة دي بدت او الحرب دي بدت وقبليها، انا ما بهم من الطرف الثاني، انا بهمني الناس، يعني الحق لو كانوا ثلاثة انفار انا مؤمن انه الثلاثة حينتصروا. والرياضيات دي قال سيد الحق، قالوا تكونوا 100 بتغلبوا 1000، تكونوا 1000 بتغلبوا 100,000، الحاجة دي مطمن لها تماما. ولما المعركة دي بدت الناس السابتين والناس اللي كانوا واقفين بسيطين بالحساب، كان ناشطين، كان عساكر، كان قيادة، يعني حتى البرهان ده لما نيجي يتكلم بفخر عن محاصرة القيادة بيتكلم عن انه في 35 ضابط ركزوا معه من جيش قوامه 57,000، ركزوا 35. ولما تتكلم عن معركة 9 شهور داخلة فيها 17 دولة، جيوش من برا، سلاح متقدم، وانت مقطوع عنك الامداد والذخيره والعلاج زي المهندسين او المدرعات او الاشاره، حتيجي تشوف انه العساكر ديل مقارنه بعساكر القوات المسلحه في 17 ولايه قاعدين، ديل بس الراكزين، ديل المثبتين. الحق لو الناس اللي معاه بسيطه بغير، هسي ديل منو في سلاح الاشاره دخلت لهم امداد من وين؟ ما دخل لهم امداد. 9 شهور لا جاهم امداد لا غيروا، ثابتين. رغم انه احنا عندنا 17 ولايه فيها 17 حاميه عسكريه، غير الحاميات العسكريه في المدن الصغيره والكبيره. الحق ده ما محتاج ناس كتار،
وبينتصر بخمسة، بينتصر بعشرة، بينتصر بمية، بينتصر الحق بيزول واحد بينتصر. دي ولا دار درز عصر نوم قفا، احنا مش معانا الحق. لا يمكن انت تغير الحقائق اللي قدامنا، احنا معانا الحق يا زول. الجيش معاه الحق، الشعب السوداني معاه الحق. لكن لو تكالب الناس دي كلهم، يعني اي صفحة تخشها تلقى التعليقات الخايبة الباطل، زي اللي امبارح اللي اسمه ضياء الباطل ده اللي قاعد في الامارات، بيقول العمالة السودانية الرخيصة، وانه الامارات في 12 ساعة ممكن تجيب 3 مليون وتطرد 60 ألف. هل الامارات عندها الحق؟ هل انت اماراتي بتطعن في شعبك؟ بتأيد موقف الامارات ان سميتنا عملاء ولا هو عمالة رخيصة وانه بيبدلونا 3 مليون في 12 ساعة؟ ما شفت الفيديو بتاع الامارات بنزل سلاح في ام جرس؟ ده راجل، ده راجل اللي قال الكلام ده، راجل سوداني سوداني، والمؤيدين له في التعليقات رجال سودانيين. الحاجة دي طبيعية؟ هل ده 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 هل احنا طبيعيين؟ هل الدعم السريع ده عامل حاجة؟ احنا ما دارين نقفل كل الاعذار قبل ما نبلهم. يعني هل ممكن انتوا تكون ما قاعدين تصلوا، انتوا ما بتتحصنوا؟ ممكن نعمل الحاجة دي؟ يعني ممكن نشوف الزول ده مثلا ما بيظهر فيه الصلاح ولا كده، يعني مثلا شبشب الملك ده اللي بيتمسخر في الصحابه ومعركه بدر، واللي بيروج لكتاب كتب فودة، فرج فودة بتاع مصر ده، بيطعن في الله، ده بغير الحاده انه هو ذاته غبي. فرج فودة ده غبي، يعني في الاغبياء انا شفت ملحدين عندهم وزن، والله عصرك كده ب 17 متشابهه لما تقلب ما ثابت ما تخش معه. فرج فودة ده وجبان لما نطلع في منصة رسمية بيتكلم عن الإسلام والدين ومحمد وصلى الله عليه وسلم والتسامح، يخش في القاعات المغلقة بيقول كلام عجيب. فده بروج له زي شبشب الملك بيقول جاتني كتب وهدية أنا مبسوط. ما لازم تتبسط، ما أي حاجة ضد الحق أنت معاها، أنت معاها أي حاجة ضد الحق أنت معاها. هل ده ممكن عشان ما بصلي ما بتحصن قدر يخترقوا فيروس الدعم السريع؟ قاعدين في شنو بتعملوه انتوا؟ كدنا نشوف، خلي الدعم السريع، خلي كدنا ندرسكم، انتوا مالكم؟ انتوا كويسين؟ عندكم مشاكل نفسيه؟ في ضغوط؟ يعني عشان انت ما قادر كراجل تقوم بمهمتك واجبك في حفاظ ودفاع عن حقك، واستسلمت سلمت بيتك وعربيتك، بتطاعن في زول بيدافع لك عن حقك، لقيت راجل ارجل منك، الجياش ده ما ارجل منك، انت الموضوع ده ما ياكل معك جنبك. الجياش اللي قاعد حسي في الخندق ده ارجل منك، اللي بيدافع عن بيتك وعرضك ده ارجل منك، انت لانه ما قادر تعمل الحاجه دي، فبتيجي تقول لي دي حرب عبثيه؟ مشينا جبنا الدعم السريع قلنا له تعالوا في بيوتنا، ما جبروا. بنحاول نطلعهم من بيوتنا واراضينا، تقول لنا انتوا حرب عبثيه؟ انتوا فلول؟ لانه لقيت والله البنت السودانيه واقفه في العلاج، واقفه في الصحه، واقفه في المبادره، واقفه في الاطعام، حتى مشيت تتمسخر فيها وخط نسيبه وما نسيبه. حتى اعراضكم ما خليتوها وسلمت منكم، تخش الواتساب تلقى قصص المستنفرات، زواج النكاح جابوا، يا اخي احنا المستنفره دي بتقعد في المعسكر من 3 لـ 6، جابوا 500 بيت دخلوهن الخرطوم، هو احنا ما قادرين ندخل سلاح الخرطوم، تيجي تقول لي ندخل 500 بيت؟ احنا انا ما قادر افهم حتى عرضك، يعني عشان توصل الرساله شكلها شنو؟ قدرت توصل الرساله شكلها شنو؟ طيب قال لك في التاريخ البشري ستجد نماذج لآلاف الحالات التي تمت فيها مفاوضات واتفاقيات وعمليات سلام. ألمانيا دي انتهت بشنو؟ الحرب العالمية الثانية انتهت بشنو ألمانيا؟ انتهت بشنو؟ اديني نموذج بتاع العراق ولا آلاف ولا ما آلاف. الجيش بتاع صدام حصل له شنو؟ فاوض ولا أمريكا وحلفاء احتلوا العراق؟ كده ما تخليني من آلاف وما آلاف. طيب قال لم نسمع أبدا عن نموذج الاشتراطات التي نسمعها اليوم، أن يطلب الطرف المهزوم والخاسر من الطرف المتغلب والمسيطر أن يسلم كل شيء ويستسلم لكي يجلس معه في مفاوضات. لو قام الدعم السريع بالخروج من العاصمة والأعيان السكنية وسلم الارتكازات والمعسكرات التي يسيطر عليها المفاوضات، لزوم شنو؟
ويقعدوا يتناقشوا في شنو، ما خلاص المشكلة بتكون انتهت اصلا. طيب يا هشام احنا ما دارين المشكلة تنتهي اصلا، وانت قايل التفاوض مع الدعم السريع ليه؟ احنا دارين المشكلة تنتهي. قام قال كيف يا اخي يا اخي، قال لم نسمع ابدا عن نموذج الاشتراطات التي نسمعها اليوم، قال اول مرة نسمع الحاجة دي. في شنو يا هشام؟ قال ان يطلب الطرف المهزوم والخاسر، بيتكلم عن القوات المسلحة، قولوا لي هشام ده ما دعامي، قولوا لي هشام ده ما قال دقلو، قول لي هشام ده ما دافع له دحلان، قولوا لي شوف سمى القوات المسلحة الطرف الشنو؟ تحت يا تظرف انت سوداني تتكلم عن قواتك المسلحة في مواجهة ميليشيات تشاد، في مواجهة سلاح الامارات، في مواجهة العدوان الكيني اليوغندي الاثيوبي، في مواجهة الجنود بتاع فاغنر، تسمي قواتك كده؟ تحت يا ذو ظرف انت مش ضاغطنك زمان كلامك ده في السعودية قبلناه، قلنا يا اخي تركي على الشيخ معرسك، قال بخليك تقول الكلام ده شنو حسي؟ قال احنا ما سمعنا في العالم انه طرف يكون مهزوم سمى القوات المسلحة كده، هل ده كلام عادي يا اخواننا؟ زول ده طبيعي؟ قال لم نسمع ابدا عن نموذج الاشتراطات التي نسمعها اليوم، ان يطلب الطرف المهزوم والخاسر من الطرف المتغلب والمسيطر ان يسلم كل شيء ويستسلم لكي يجلس معه في التفاوض. طيب يا سيدي الكريم، من مهام القوات المسلحة الحفاظ على ممتلكات المواطنين واملاك المواطنين. القوات المسلحة باشتراطها ده بتمنع حاجة اسمها الاستعمار عن السودان، يعني قالت للدعم السريع لو ما طلعتوا من البيوت دي وما سلمتوا الناس حاجاتهم احنا ما بنتفاهم معاكم. واجب القوات المسلحة اعادة املاك الشعب السوداني للشعب السوداني، دي شغلة. قامت بالواجب حقها، قالت لي يا اخي للدعم السريع تعالوا رجعوا للناس دي حاجاتهم حتى احنا نتفاهم معاكم كجيش. اذا الدعم السريع داير السلطة وداير يقبض قائد القوات المسلحة، قالوا لهم طلعوا المواطنين من القصة دي، الحاجة دي كويسة ولا كعبة؟ قالوا لهم يا اخي ما تفاوضوا بحاجه ما حقتكم، دارين تقعدوا في المعسكرات اقعدوا، دارين تقعدوا في مقرات القوات المسلحه اقعدوا، اطلعوا لينا كدأس من المستشفى ومن بيت المواطن، تعالوا نطلع المواطن برا القصه، تبقى جيش لي جيش، الحاجه دي فيها مشكله؟ بغض النظر عن رايك في القوات المسلحه او رايك في البرهان، الحاجه دي كويسه ولا كعبه؟ نطلع المواطن وحاجاته برا خلافنا، دي مش كويسه؟ لما تقول يا اخي الدعم السريع مسيطر، مسيطر على شنو؟ مسيطر على املاك المواطنين، هل الحاجه دي انت بتقبلها؟ هل الحاجه دي بتتباهى بها؟ هل الحاجه دي انه تيجي طبعاً بها القوات المسلحه تقول لنا الدعم مسيطر على املاك المواطنين؟ انت بتعاير في الجيش بتاعك يعني؟ الدعم السريع ما مسيطر على حاجه حقته. لما تضرب مثال بين فاشا والجنوب الوضع بيفرق، شوف الجنوب شكله شنو؟ جغرافيته شنو؟ ووضعه السياسي شنو؟ تكوينه القبلي شنو؟ وقارنوا باللي بيحصل في الخرطوم من الدعم السريع. اتفاقية نيفاش بتقول انتهت بسلام، الجنوب اخذ حاجته كامله وزح المركز وشارك في حكم المركز بنائب اول قاعد مع البشير قرن، لكن قرن ضمن انه بلده حاجاتها كامله شعبها كامل ما مختلط ما عنده علاقه بالمركز ما دار يعمل تمازج حتى باي عنصر ثاني، قال ده حقتنا وجا شارك في حكم السودان كله كان نائب رئيس الجمهورية. اللي بيعمل فيه الدعم السريع ده دخل لك حتتك، نقول له اطلع اول بعدين نتكلم. تيجي تقول يا اخي الجيش ما مسيطر ما مفروض املي شروطه، الجيش ما املى شروطه، الجيش بيتكلم عن انه المعركة دي تمرد الدعم السريع على القوات المسلحة، طلع المواطنين برا بس. قال لهم طلعوها طلع المواطنين برا ولاقونا في السهلة. زي ما الجيش حسي قاعد في معسكراته بتاعت المدرعات، الدعم السريع المفروض يقعد في معسكر طيبة. احنا جبنا طيران مسير هم جابوا طيران مسير، احنا جبنا اجهزة تشويش هم يجيبوا اجهزة تشويش، ندقهم جوا المعسكر بتاع طيبة، هم ما دار يعملوا كده، هم دارين يقعدوا في بيت المواطن. الموضوع ده ما داخل معانا. الجيش ليه ما قاعد في بيوت المواطنين؟ لما ما لقيتوا حاجة الليلة خليفة دنقر قال الجيش بيسرق في بيوت المواطنين، لازم لازم لازم، يعني انت ما شايف الدعم السريع سرق يعني؟ كده اكتب لنا حاجة طويلة كده صفحتين عن سرقة الدعم السريع، تكلم لنا بس. تكلم الليلة عن نهب الدعم السريع للمستشفيات وغرف العمليات والمنشورات حقتهم الواضحة بيقول انه حينقلوها حتة معينة في السودان، كده اكتب الحاجة دي.
هل الكلام ده طبيعي؟ هل ده زول طبيعي؟ في زول طبيعي في الدنيا بيقول كده؟ قال من الطرف المتغلب والمسيطر أن يسلم كل شيء واستسلم ليجلس معه في المفاوضات، ولو قام الدعم السريع بالخروج من العاصمة والأعيان السكنية وسلم الارتكازات والمعسكرات التي يسيطر عليها المفاوضات، لزوم شنو؟ قال المفاوضات لزوم شنو لو الدعم السريع مرق لنا من بيوتنا؟ ويقعدوا يتناقشوا في شنو؟ ما خلاص المشكلة تكون انتهت أصلا. الشروط المضحكة من جيش مهزوم وقادة هاربون من أرض المعركة، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشروط المضحكة، الجيش قال لهم اطلعوا من بيوت الناس، ده شرط مضحك. قال ده شرط مضحك. اطلعوا من المستشفيات، قال ده شرط مضحك. فكوا الحصار بتاع الفتيحات، قال ده شرط مضحك. ما تهاجموا الأبيض وتدخلوا المدينة بتاعت الأبيض، قال ده شرط مضحك. الجيش قال لهم التزموا بمناطق احنا نجيكم فيها، ده قال ده شرط مضحك. لموا عساكركم المنتشرين في البيوت وفي المساجد وفي المستشفيات وفي المواصلات، وقفوا إرهاب الناس، قال ده شرط مضحك. طيب الجيش بيعمل في شنو يعني؟ بالنسبة لك دي شروط مضحكة، الجيش بيعمل في شنو؟ ما هو الجيش قادر يعمل الحاجة دي وقادر يملي الشروط دي، والدليل إنه حميدتي مات، والدليل إنه الدعم السريع ما قدر يعمل الحاجة اللي أنتوا اتفقتوا معاه عليها، غلبتكم خلاص. هل يعقل انه بني ادم يكون حامل جنسيه دوله بيتكلم عن شعبه كده؟ يا اخوان احنا ليه بنقول نشيد عالم واحد؟ ليه احنا في القضارب بنقول نحن جند الله، ولما تمشي مروي تقول نحن جند الله، ولما تمشي كسله بتقول نحن جند الله، ولما تمشي الفاجر بتقول نحن جند الله، ولما تمشي الضئيم بتقول نحن جند الله، ولما تجي كوسي بتقول نحن جند الله؟ ليه 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 نشيدنا واحد في البلد؟ ليه؟ لانه الضئيم دي بعيده جدا من كسله، ما يعملوا نشيد براهم، ليه بنعمل نشيد واحد؟ ليه نفس النشيد بيتكلم مع الشعب نفسه بنفس اللغة بنفس المطالب؟ نشيد العالم ده مع شعارات، كلنا احنا بنقول الصباح، ليه بنقوله في السودان سوا؟ ليه؟ السبب شنو؟ ليه زول بيعمل خدمة في حامية بابانوسة وبرجع يعمل خدمة عسكرية في جبيت نفس الزول؟ ليه ما يخلوه قاعد في بابانوسة والناس بابانوسة يخلوه في بابانوسة؟ ليه 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 الترابط ده يعني؟ شنو يعني دولة؟ شنو يعني وطن؟ شنو يعني شعب؟ شنو يعني أمة؟ شنو يعني تاريخ؟ شنو يعني؟ لما نحن نشوف المعتدي الآن تبرر له إحنا الجيش مهزوم في نظركم أنتو، ما هو واقف حسي 9 شهور، انت ما قادر تفرض عليه اي حاجة، هددت الجيش، انت كنت بتهدد الجيش وقادة الجيش، انت اللي بتقول انه الحرب دي وراها الكيزان، انت ذاتك انت اللي بتقول الحرب دي وراها الكيزان. حسي في مقال تاني كاتب الموضوع ده، وبتقول انه والله الجيش ده هو السبب في الحرب. أنا داير أسأل سؤال منطقي وعقلاني، إذا الجيش السوداني هو السبب في المعركة والحرب دي، أمريكا فرضت عقوبات على عبد الرحيم ده، قالوا ليه؟ مش الكيزان الطرف الثالث؟ ليه أمريكا فرضت عقوبات على 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 عبد الرحيم ده له؟ ليه؟ السبب اللي بيخلي امريكا تفرض عقوبات على عبد الرحيم ده لقوا شنو؟ اذا هو الجيش وده كلامك وكلام الحريه والتغيير وكلام الدعم السريع انه الحرب دي عملوها الكيزان، خلاص عملوها الكيزان، وكانوا هم السبب الاساسي في انطلاق الشراره. فهمنا امريكا فرض عقوبات على عبد الرحيم ليه؟ هيومن رايتس واتش دي اقرا الليل الكلام بتاع الامريكان، طبعا يعني اقرا هك خد دي عندك مثلا. خد دي عندك،
شوف كلام السادة الأمريكان قالوا شنو. Human Rights Watch على حكومة الولايات المتحدة أن تعرب عن دعمها القوي لتحقيق مكتب المدعي العام للجنائية الدولية في الجرائم الأخيرة في دارفور، وأن تتواصل مع خان بشأن أفضل السبل التي يمكن أن تدعم بها عمل المحكمة. يتعين على الولايات المتحدة فرض عقوبات إضافية على الأفراد الذين تتوفر ضدهم أدلة وموثوقة وكافية من مسؤوليتهم عن جرائم خطيرة. بيتكلموا عن دارفور هنا، وهيوم الرئيس الأسبوع الفات عندها تقرير من دارفور سمت جمعة اللواء جمعة وسمت عبد الرحيم. إذا وصل كيزان عبدين الحريف دي دارفور دي حسي فيها كيزان فيها جيش؟ فيها جيش دارفور دي حسي؟ تقارير الأمم المتحدة وتقارير فوكلر وتقارير هيوم الرئيس بدينا الدعم السريع بس في دارفور. إذا أصل هو الحريف دي وراها الكيزان فارضين العقوبات دي الليلة دي هيوم الرئيس قالت تاني يفرضوا وتاني يتحركوا، والإبادة اللي بتحصل في دارفور دي ما ممكن تتفرجوا فيها. جيمس موران عضو سابق بالكونغرس الأمريكي: يجب دعم الجيش السوداني بقيادة البرهان ضد الدعم السريع وعدم السماح للدعم السريع بالسيطرة على الحكم في السودان. دير الأمريكان بيقولوا كده وبيتهموا الدعم السريع وبيدينوا في الدعم السريع وبيسموا في قادة الدعم السريع ودارين ينزلوا عليهم عقوبات. دير الأمريكان دي منظمات حقوق الإنسان، بيجي بعد ده كله بيقول لك الطرف ده مسيطر انت تقعد وتستسلم له. لا لا، انتوا وصلتوا مرحلة متقدمة. وصلتوا مرحلة متقدمة اقسم بالله العظيم. طيب الأستاذة حنان شغالة لنا في خط معاها شبشب الملك ومعاهم إعلام الدعم السريع، شغالين في خط يدينوا الجيش، قالوا الجيش ده معاه كتائب إرهابية، يعني ما اكتفوا بأنهم قالوا جيشنا مهزوم وجيشنا ما عنده القدرة ينتصر، دارين ورطوا القوات المسلحة مع فصائل إرهابية، سموا الفصيلة حقتهم خلاص بعد ده. قالوا زي الأستاذة حنان قال شنو؟ البل لكتائب البراء الإرهابية والصراخ عند البلبوسي. طيب الكتائب بتاعت البراء الإرهابية دي تبلت وين؟ عشان البلبوسي يصرخ يا حنان. الحصل شنو من البراء؟ ما قادرين نفهم. كتبت منشورة ومشت. قالت كتائب البراء الإرهابية زي ما ورطت الجيش في حرب وخربت لها علاقات الدولية ورطتها هسي في جريمة مهاجمة وفد الصليب الأحمر ومخالفة القانون الدولي الإنساني، ونتيجة لذلك سيعاقب الشعب السوداني بتعطيل تقديم المساعدات الإنسانية له. كان في مساعدات إنسانية جايبينها الصليب الأحمر وجايبينها ناس الأمم المتحدة، لأنه قامت كتيبة البراء ضربت ناس الصليب الأحمر فقاموا وقفوا المساعدات مننا، يعني احنا نموت الصليب الاحمر حيقعد يتفرج في المواطنين يموتوا ويقول لهم ادبه وكيه ليكوا لانه ناس البراء خشوا، ويبقى الصليب الاحمر ما داخل يدعم المواطنين، يا يعمل الحاجه اللي في راسه يا السودانيين يموتوا. واحنا بصراحه نوصل لهم يعني صوت شكر عن طريقك يا حنان، قول لهم ما دار منكم حاجه وما شفنا منكم اصلا حاجه. دارين تجيبوا المساعدات دي في بورسودان بشروطنا حبابه، ما دارينها ما دارين. امبارح وزير الخارجيه قال الكلام ده، قال المنصرفات الاداريه بتاعت الامم المتحده اكثر واكبر من المساعدات اللي بيجيبوها، جايبين لنا لبن بودره وبامبرز وجايبين لنا ملايين الدولارات بتتصرف على الموظفين. دايرين اكل يصل الحته ما قاعدين يعملوا كده، الكلام ده تسائل به موظف تنفيذي دستوري وزير الخارجيه شرح الموقف. فقامت الاستاذه حنان عشان تزيد قامت قالت يا اخي كتائب البراء ورطت الجيش. طيب هو ورطت الجيش والشعب السوداني حيدفع الثمن، انت الموضوع ده ما تدسيه ما تضايري ما توريهم رايك شنو، ما تكتبي تقارير ولا انت داير الشعب السوداني يتضرر ويموت بالجوع، اعملي رايحه مش ولا انت امينه في النقل، امينه في النقل يعني
يعني ده تنقل الاسباب اللي خلت انه الصليب الاحمر يوقف مساعداته للسودان. ليه؟ لانه كتيبه البراء ورطت الجيش. ورطته في شنو؟ ضربت الموظفين بتاعين الصليب الاحمر. انت عارف التطاول ده وتطويل الحرب دي واصطفاف العالم ضدنا لانه المؤسسات الحكوميه السودانيه ما قايمه بشغلها. لو الزوله دي اترفع فيها بلاغ من اول يوم فتحت خشومه الكلام ده ما كان بيحصل. الليله هي لما اللغه تتغير بتاعت الامم المتحده بناء على تقارير بيكتبوها ديل، واعضاء الكونجرس الاسبوع الفات خاطبوا وزير الخارجيه الامريكي وخاطبوا الرئيس الامريكي قالوا له التقارير اللي بتجي من دول النفط دي ما بتبني عليها حسابات، امشوا بعينكم. ليه؟ لانه تقرير زي ده كاتباه استاذه حنان، قالت يا اخي انه كتائب البراء ضربت الصليب الاحمر ورطت الجيش. انا ما شفت الصليب الاحمر ورط الجيش هسي، وما شفت قضيه، لانه احنا بنطالب لنا 3 يوم ببيان الصليب الاحمر في حادثه قتل الموظفين حقينه. ما داري يورونا الحصل شنو الصليب الاحمر، لكن استاذه حنان عارفه وحددت من القوات المسلحه والعمل المشترك والمستنفرين مجموعه محدده، قالت ديل البراء هم ضربوا الصليب الاحمر. يا استاذه حنان انت بتجيبي العقوبات لبلدك، انت ما بتنتقمي من الجيش، انت بتنتقمي من الشعب السوداني. طيب ماشيين في الخط بتاع انه الجيش يتعاون مع منظمات ارهابيه، لقوا قضيه الكتب عنها 3 حسي او ذول الظاهرين، حنان حسن وهشام عباس، ومبارح كتب عن اول امبارح كتب قال البراء ضربوا موظفين الصليب الاحمر اللي بيحاولوا يطلعوا المواطنين. قلت لو جيب البيان بتاع الصليب الاحمر، طيب خلينا نشوف الحادثه قالوها شنو، ابي يجيبه. طيب جيب بيان الدعم السريع، ابي يجيبه. قمت جبت له بيان القوات المسلحه، بيان القوات المسلحه بيتكلم عن خط بتاع سير، اتفقنا مع الصليب الاحمر يجي بشارع، الصليب الاحمر غيره في المعركه غيرته، معناها انت دار تشوف دفاعاتي، دار تكشف سلاحي، دار تجيني انت ليه الصليب الاحمر عمل كده؟ قلنا له يا اخي احنا دارين تحقيق دولي في الحادثه دي، والقوات المسلحه طالبت بالتحقيق الدولي في بيان دي الحادثة وده اللي حصل. يا اخي الصليب الاحمر اتضرب في الحادثة دي، اتضرب لانه في بيننا وبينه ورق، الجيش ورق يا اخوان، الجيش تعليمات، الجيش ورق، الجيش ورق، ما موقع الورقة دي ما فيها امر تحرك، الضابط ما بديك اي تعليمات تعمل حاجة. جات تعليمات انه احنا والله اتفقنا مع الصليب الاحمر تحت رعاية منظمة الامم المتحدة، مرصود الحركة بأغمار صناعية، خط السير بتاعنا حنجي بمغابر الرميلة، حنخش بالشمال. يا صليب أحمر إحنا راجلنكم في أول الارتكاز تجونا التسليم في مستشفى بيستكير، مكتوب الكلام ده. قام الصليب الأحمر مشي جبجب الجنوب، غير الشارع بتاعه، يتعرض لإطلاق نار متبادل مع قوة كانت بتاع الدعم السريع معه. قلنا لكم تعالوا تاتشر بتاع أو الاسعاف التاتشر الابيض بتاع الصليب الاحمر، جات معاهم قوه بتاع الدعم السريع، نتعامل معاه عسكريا ولا ما نتعامل معاه؟ الصليب الاحمر ما بيقدر يطلع الموضوع ده، فك يا هنا هشام وفك حنان انه دير البراء وما البراء، انا داير البيان حق الصليب، اسي ده تحدي ثاني، دي المره الخمسين، الصليب الاحمر طلع بيان ورينا اللي حصل شنو؟ ادينا القوات المسلحه، قام قال يا اخي تعرضنا لاطلاق نار متعمد، ايوه اطلاق نار متعمد، احنا ما ناكرين اطلاق نار متعمد لانه انت ما جيت بس الحته اللي اتفقنا عليها، نعرفك انك انت ده الصليب الاحمر كيف؟ ما ممكن متنكر، ما عادي. الدعم السريع يسوق التاتشرات بتاعت الصليب الاحمر ممكن. احنا مش عندنا اتفاق سري انك تجينا بالشارع الفلاني ده، وداك الشارع الفلاني شنو؟ الصليب الاحمر ما بيقدر يطلع الكلام ده يا حنان. بدا عن القوات المسلحه، عرفت كيف دي البراء اللي قاعده هنا وضربت نار؟ كلمت منو يا حنان؟ أنا داير الكلام بتاعك ده يكون رسمي، تعالي ندين القوات المسلحة، طلعي كلام رسمي، بيان رسمي، اتهام رسمي، قولي ديل البراء هم ضربوا الصليب الأحمر، ببيان رسمي، بلاغ عديل، رأيك شنو يا حنان؟ لكن لأنه تقاعس المؤسسات في الدولة، وتقاعس الخارجية، إنه زي ديل كانت فتح فيهم بلاغ، بالكلام اللي قالته ده يتفتح فيها بلاغ. بتدين في القوات المسلحة وبتجيب في عقوبات على الجيش وعلى الشعب السوداني وبتورط فينا دولياً. يا اخي انا اوصل معاكي مرحله ثانيه، انا حاعمل سيرش كده كويس، حجيب اسماء المصابين من الصليب الاحمر، وحطالب انه مجموعه المحامين السبعين السودانيين ديل اعملوا لنا تواصل مع اسر المصابين من الصليب الاحمر، وحدفعهم انهم يرفعوا قضيه في الحكومه السودانيه، وحجبر الصليب الاحمر يطلع بيان اللي حصل شنو في الحادثه دي، ما عربي نجيب.
الجيش اللي حصل شنو؟ الجيش قال البيان بتاعه كامل، اتفقنا معاهم وحددنا خط السير ومنطقة التسليم، غيروا شارعهم جبه هناك وتعرضوا لإطلاق نار. لا، في مخالفة صريحة للاتفاق. الورق ده ممضي مع الجيش، صليب الأحمر ماضي ورق مع الجيش، الأمم المتحدة ماضي ورق مع الجيش، الهيومن رايتس ماضي ورق مع الجيش، الأمومة والطفولة ماضي ورق مع الجيش. طلع البيان يا حنان، لكن ما تكوني قاعدة مرتاحة تقول لي والله يا أخي كتيبة البراء مسيطرة وكتيبة البراء ما مسيطرة. كتيبة البراء قاعدة في اللبيض. لا طيب، الدعم السريع ماشي يستهدف اللبيض ليه؟ ما ده كلام خليفة دنقر بتاعكم ده، ما تقول له ليه ماشي يستهدفون هناك. كتيبة البراء قاعدة في الجنينة، كتيبة البراء قاعدة في الضعين، المواطنين اللي بتهجروا حسي من الضعين ما تسأليهم. الأسواق اللي تقفلت في الضعين دي، في نيالة، في الجنينة تقفلت لأنه كوادر الدعم السريع بيجوا ينهبوا من الأسواق، بينهبوا من روحهم. فالدعم السريع بالميكروفون، ما شفت الفيديو؟ قفلوا الأسواق، قفلوا الدكاكين، عملوا لين حظر التجول من 11 صباحا، لأنه ما قادرين يسيطروا على المتفلتين من الدعم السريع. هناك كان في صليب أحمر، هناك كان في براء، ما تتكلم عن دي يا أخي. طلعت هنا قالت دي بالدين في القوات المسلحة بتلبس فينا في جريمة. الجريمة قالت كتاب البراء الإرهابية زي ما ورطت الجيش في حرب وخربت لها علاقات الدولية. احنا علاقاتنا الدولية مخروبة مع منو؟ احنا قاعدين مع امريكا، احنا قاعدين مع اسرائيل. قاعدين مع الاتحاد الافريقي، قاعدين مع دول افريقيا اللي بتنفع معانا. عندنا دول عندنا فيها راي. علاقتنا مع العالم اتخربت وين؟ قاعدين نمشي روسي، قاعدين نمشي الصين، قاعدين نمشي تركيا، قاعدين نمشي قطر. علاقتنا الدولية اتخربت مع منو؟ مع منو يعني؟ ادينا اسماء الدول اللي احنا علاقتنا اتخربت معهم. ادينا اسماء دول. قالت كتائب البراء ابن مالك الارهابية تستخدم المدنيين دروع بشرية في الشجرة. ده اتهام خطير جدا طبعا. كتائب البراء الارهابية تستخدم المدنيين دروع بشرية في الشجرة، زي ما استخدمتهم في الجنينة، زي ما استخدمتهم في الضعين. صح؟ زي ما استخدمتهم في الفتحاب حسي، زي ما استخدمتهم في المهندسين المحاصرة، زي ما استخدمتهم في المناطق الآسرة فيها المدنيين. الكلام بتاع الهيومن رايتس ووتش في أول 3 يوم الدعم السريع معتقل له 5000 مواطن مدني. ما ده روح بشرية برضو. وانت قال احنا اللي زعم ما ضربينها ليه؟ ما لأنه الدعم السريع ماخذ المدنيين أسرة. وإحنا المستشفى بتاع الديات ما ضربناه ليه؟ لأنه الدعم السريع ماخذ المدنيين أسرة. وإحنا المؤتمر الوطني شارع المطار ليه؟ لأنه الدعم السريع ماخذ المدنيين أسرة. دروع بشرية راس عديل. الفكرة بتاعت إنك تجتهدي في إنك تدين القوات المسلحة والدخلة بتاعت الإرهاب دي، أنا أحتار. حنان بتتحرك بالطريقة دي لأنه ما في دولة، لانه ما في قانون، ما في زول بيقدر مجهود القوات المسلحه. التقاعس بتاع المؤسسات المدنيه والقضائيه بيحول انتصار القوات المسلحه لهزيمه، وبيحول انتصار القوات المسلحه لكره ضغط على الجيش. الجيش حسي في المنطقه دي بينفذ في ارتكاز. احنا وصلنا قدمنا دفاعاتنا لحد الرميله وما في زول جايب خبر. الجيش شغال بصمت بنظف، دارين يكشفوا الحته دي. الدعامه، الجيش يتعامل مع انتصاراته دي بما تمليه المعركه وقواعد الاشتباك وقرارات القائد لحظه الاشتباك. لما انسحب القائد في الجنينه ما عنده علاقه بالبرهان، دي اسمها تقديرات المعركه. عنده يا انسحاب يا دفاع يا هجوم، واحده من الثلاثه قواعد اشتباك قوات مسلحه على مستوى العالم طبقها، اختار قراره في اللحظة دي. أنا شايف قواتي وشايف الحشد المدني والمواطنين، أنا أحسن أنسحب. برهان هنا ولا بيقدر يقول كلمة، ولا قائد هيئة الأركان. تترك التقديرات لقائد المنطقة العسكرية لحظة المعركة. لحظة المعركة ده أنا القرار ما بعرف. برهان يقول له ما تنسحبوا، أنا شايف إنه ما عندي ذخيرة، شايف ما معي ناس. بسمع كلام البرهان؟ ما بسمعه طبعا. انا قائد عندي 3 قرارات انا اللي بتخذها،
احنا وصلنا مرحلة من العزة وان القوات المسلحة ليست تحت اشراف اي زول لدرجة انه ارتكاز يتخذ القرار المناسب لحماية القوات المسلحة بدون الرجوع للقيادة حسب ما مكتوب في الورقة. الورقة جاءته تعليمات، سلام عليكم، عليكم السلام، مكتوب شنو في الورقة؟ حيجي صليب احمر ماشي بيجي تمام، لما ندخل الصليب الاحمر ها حيمشي يجيبوا مواطنين ويطلعوا، ممتاز. حيجوا كم عربية؟ حيجوا عربيتين ثلاثة لون ابيض صليب احمر. حيجوا معاهم دعم سريع؟ ما حيجي دعم سريع. اي اخلال بالحاجة دي اتصرف بما تراه مناسب. الارتكاز والدفاع فيه عسكري، ما محتاج يتواصل للبرهان ولا يضرب لتلفون لقائد الاركان ولا قائد المنطقة العسكرية. الجيش احنا في الحتة دي بنفتخر انه الجيش الان قراره في يده، وانه يا اخي يفعل ما يراه مناسب لحماية القوات المسلحة ومكتسبات وانتصارات القوات المسلحة والشعب السوداني. نقطة بتاعت ارتكاز اتصرف التصرف صحيح. لو من الاول حاجات كثيرة حصلت زي دي، وانه القرار بدون تعليماتي ما ارجع للقيادة، ده ما كان وصل الحتة دي. دي حاجة تدعونا للفخر، لكن لانه الأجهزة بتاعت الدولة ما قايمة بشغلها، ولا خارجية ولا وزارة الدفاع ولا حتى اللجنة الكوان البرهان في 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 التحقيق في جرائم الدعم السريع قايمة بشغلها. عشان كده حنان بتكتب كلام زي ده، انتصار للقوات المسلحة وتنفيذ للتعليمات. البرهان ما بيقدر يقول حاجة للارتكاز ده، داير يقول شنو البرهان؟ داير يدين الارتكاز ده بشنو؟ ورقة مكتوب فيها خط السير والقوة الجاية. لقينا القوة دي معاهم قوة بتاع الدعم السريع راكبين تحت شارات وخاطين دوشكات. طلع بيان القوات المسلحة وشرحت الموقف. طلع وزير الخارجية لأول مرة يعمل لقاء امبارح ويتكلم في التلفزيون السوداني وشرح كل النقاط دي والتجاوز والتعدي من الصليب الأحمر. لكن لأنه ديل عندهم قدرة قادر حولوا الانتصار ده لهزيمة، وحولوا الكريت ده بدل نتغضبوا على الاستعمار والمنظمات بتاعت الأمم المتحدة قالوا لا، دي كتبت البراء، كتلت المواطنين. الصليب الأحمر نفسه ما طلع بيان يا حنان. أنا بتحداك في صفحتك تنزل بيان الصليب الأحمر. كلامك سمح، أنا أقبل كلامي. التحدي ده ما حلو يا أخواننا. أنا بتحدى أستاذة حنان حسن تنزل بيان الصليب الأحمر بيشرح فيه الحادث، وإنه الكتلوهم ديل موظفين كتلوهم كتيبة البراء. أنا بس دايرة تنزل الموضوع ده رسمي في صفحتها، رأيكم شنو؟ أو حنا ما سائلة، لكن أنا بقول إن الدولة دي قاعدة ساي، مؤسسات الدولة قاعدة ساي. لما تصل مرحلة زي دي إنه الزول بينفذ في تعليمات والجياش حسي ما بخاف. تاني بتاع ارتكاز بضرب له عربية ماشية مع الدعم السريع ولا بيسألون؟ أسألون ليه؟ ما بكرة حتجرمني؟ أنت بتخرف في قواتك المسلحة، بتخرف في تماسك القرارات داخل القوات المسلحة والتعليمات. ده تدخل في الشأن العسكري واضح، ولكن لأنه ما في مؤسسات دولة. وأصل مرحلة من التقاعس، شوف دي بالدين، لأنه ما في مؤسسات. عين هنا بنك النيلين يتجه لفتح بلاغ بنيابة المعلوماتية ضد ماهر أبو الجوخ الذي أشاع خبر إغلاق فرع البنك بأبو ظبي مما ألحق ضرر بكثير من معاملات البنك. ماهر أبو الجوخ ده دارنا أناظره الحلوف الخنزير قاعد كده، قام قال يا أخي نصعد الموضوع. قال يا أخي الإمارات تنهي البنك النيلين 3 يوم لتصفية أعماله ومغادرة الإمارات. السودانيين قاموا هاجوا مبارح، وانا صرفه ده طبعا قاعد في حتتي ما عندي شغله. انا قلت الامارات ما بتقدر تعمل حاجه، انا قلت كده. يجوا امبارح يكسروا كلامي، يقول لي يا صرفه يا اخي عين هسه هدو بنك النيل وماشيين على بنك الخرطوم. انا قلت لك ما بتقدر تعمل كده، كذاب ما بتقدر، محمد بن زايد ما بيقدر يطرد بنك النيلين. انا قلت الكلام ده ومشيت. الليله بنك النيلين لانه الموضوع ده دخل فيه قروش، وامبارح قام الاستاذ هشام قال انا مع موقف الامارات في مصادره اموال الكيزان القاعده عندهم. قلت له يعني قروش الكيزان الاربع سنه دي بعد سقوط البشير يوم 19 سنه 19، 4 سنه قروش الكيزان دي قاعده في الامارات، محمد بن زايد شغال بيها صح؟ انت قصدك محمد بن زايد بياكل قروش حرام مش؟ يعني الامارات تصادر البنوك دي وتصادر الاموال دي لانها حقت كيزان مش؟ وقاعد عندهم 4 سنة بتقلب مدورة شغالة في أمان الله، محمد بن زايد ما انتبه لها.
قصدك ان القروش دي كلها يعني الامارات شاركتنا في الاربع سنين اللي فاتت دي اكلت قروش الكيزان الحرام؟ قصدك محمد بن زايد بياكل قروش حرام صح؟ ده قصدك كده صح؟ قمت قلت لهم يا اخي صادروه ما عندنا مشكله، بس ورونا انه الشراكه بتاعت الامارات في بنك النيلين وبنك الخرطوم. طلعت الموضوع ده اشاعه قاموا ناس المعلوماتيه وناس بنك النيلين عرفوا مصدره ماهر ابو الجوخ ده اللي بيجي بيقول لكم امين مكي داير انه يناظر الانصراف، وانا قلت لكم الزول ده زول محتال كذاب حرامي، ده بتاع لجنه التمكين السرق القروش والساجل له زول 3 شهور بدون اي قضيه لما اهله عملوا له موقع انه الناس تبحث عنه، كان ساجنه ماهر ابو الجوخ المدير المالي والاداري للجنه التمكين، ما لانه حرامي ومحتال بيقول كلام زي ده، هز المواطنين في الامارات باشاعه. يا هدي بنك النيلين مش فتح فيه بلاغ حسي، طلع كذاب، ما بتقدر الامارات تقفل بنك النيلين، لا تستطيع. لا تستطيع الامارات تعمل الحاجه دي. هذا هسه طلع موضوع اشاعه، انا قلت لك اشاعه ما بتقدر. بنك الخرطوم ما بتقدر. موظفين ما بتقدر، ما بتقدر، ما بتقدر، ما تلف وما تعمل لي ازعاج كثير، ما كل دقيقه تجيني مخلوع، والله يا صرف النازل يا اخي عندهم تحركات كده، بالنسبه للناس العماله في الامارات، يعني قالوا انه اسمع ما بتقدر. انا ما قاعد في الامارات، ولا حاكم الامارات، العربي ده وصله لمحمد بن زايد، قول له صرفه قال لك ما بتقدر، لا تستطيع. الموضوع ده الامارات بتعمل هويجتها دي كلها محافظه على مويه وشها قدام شعبها. قالوا يا اخي والله ابعدنا الملحق ولا السغافي، ما تبعدوا السغافي ده. وغير الحفلات بيعمل شنو الملحق السغافي؟ الليله الوطنيه ما عارف للشنو والبتاع ويأجروا قاعه ما بيعمل اي حاجه، اطردوا. عينك في السفير ما تطرد السفير. اطرد السفير يا محمد بن زايد، خلي الموضوع ده يمشي شويه كده. خلينا احنا دارين نرفع قضايا في الامارات. التعويضات انت زول البرهان امبارح قال اي زول متسبب في المعركه دي حيدفع الثمن. قال عديل قال في وادي سيدنا بالليل، قال اي زول متسبب في المعركه دي حيدفع الثمن. خلاص الامارات شريكه في المساله دي، التعويضات ما حنخليكم. قال بس هسه الامارات ده اطرد السوداني، ما داري معكم كلام كثير، ما تقعد تلف وتدور. يا هدى بنك النيلين شغالي، وامبارح بنك النيلين مع الخبر ده نزل فيديو انه فتح فرع جديد في ابو ظبي، حيقعد 3 ايام؟ لا 3 شهور؟ لا 3 سنين؟ لا 30 سنة؟ لما بنك النيلين براو يقول انا ما داري، لما نبقى بنك النيل الواحد براو لسه احنا حنجي لموضوع ثاني يا شبشب الملك، انت قال الاقتصاد ده مفكوك ساي ولا لا، عندنا موضوع اسمه بنك الخليج حق حميدتي وشراكه مع الامارات، صح ولا غلط؟ حنجي نفتح موضوع بنك الخليج، نشوف الامارات دي بتطرد حاجات وتخلي حاجات الدعم السريع فكرتها شنو؟ نشوف الامارات بتطرد المستشار الثقافي بتاع السفاره السودانيه وتخلي الجوني، فهم شنو؟ الموضوع ده احنا ما بنفتح يعني. قال له ارهاب في بتاع فنيلتك، شوف ارسل الامارات مع الجزائر. قبضوا لكم اماراتكم دي دافع عليها قروش للمغرب عشان تهيج غرب افريقيا. الجزائر والمغرب وتونس. لا لا لا، المافيا دي المزنوقين، انا هسي انا صرفه ده بتحداهم. محمد بن زايد لا بيقدر يطلع بنك ايه؟ الخرطوم، ولا بيقدر يطلع شركة زين، ولا بيقدر يطلع بنك النيلين، ما عربي نجد. الإشاعات اللي بتطلع دي كلها وتغيير المواقف في الشارع يا أخوانا، بقولنا لكم إشاعات بفكها الإعلام حق الدعم السريع. مصلحتك شنو يا أبو الجوخ حس تطلع إشاعة زي دي؟ والله كلموني من جوا، أنت من جوا شنو أنت فرفور ساي؟ أنت ما عندك قيمة أصلاً يعني منو يعني اللي حيكلمك من بنك النيلين؟ منو؟ حيتواصل معك منو من بنك النيلين؟ تتواصل معاه ولا انت مش قلت قيادات كيزانيه؟ تضرب له ولا ضرب لك منو من الامارات؟ قاعد تتواصل مع منو من الامارات؟ معلومه دي تواثق منها من مصدرك، مصدرك منو يعني؟ من الامارات ولا من بنك النيلين؟ بنك النيلين ده ما قلت كيزان. تتواصل معاه ولا جبت المعلومه من وين؟ خنزير ده بس تكفلوه في قفص تخلوه ينبح. ما عنده اي قيمه ده، وجبان وما راجل. كف واحد بيجيب اي حاجه، كف واحد. في موقف قوة، قرارات واضحة، القيادة الآن بتعمل إشراف على معركة الكرامة الجاية والحسم. ليه انهار الجيش ده حايم؟ البرهان من شندي جراجع وادي سيدنا طلع رجع بورسودان،
ياسر العطا امبارح قال لكم الجاي الجغم تقيل، يطلع ده يقول لك لا والله يا اخي احنا دارين نجيب التحقيق بتاع الهناي في مقتل الصليب الاحمر. يا اخي خلي الصليب الاحمر طلع بيانه بلا تجيب معك ولا بتاع معك. وبعدين انت يا حنان لما تثبتي انه كتيبة البراء هي اللي عملت العملية دي، العقوبات هتجي على ابن قلتي كتبت على السودان والشعب السودان والقوات المسلحة، والحاجة دي كويسة؟ دي مش قوالة هناي، قوالة دولية، انت مش بقيتي كده قوالة دولية؟ خليت الصوات الداخلية بقيت الصوات الدولية؟ مشيت وخففت عن الدعم السريع. مريم الصادق لما الدعم السريع دخل حزب الأمة خففت عنه، قامت قالت يدعون أنهم يرتدون زي الدعم السريع. مريم الصادق طبقت قواعد الوطنية والديمقراطية والحرية في الدعم السريع، خافت عليهم كخوفها على أبنائها، قالت يدعون أنهم يرتدون زي الدعم السريع عشان ما تحصل إدانة للدعم السريع باقتحام دور الأحزاب السياسية وتلصق فيه اقتحام السفارة القطرية والسفارة الإماراتية والسفارة الصومالية، اقتحموها الدعم السريع والسفارة الأمريكية. فقامت قالت تخفف عنهم عشان ما تجيب لهم الإدانة، قامت قالت يدعون أنهم ينتمون إلى الدعم السريع. ما في ما يثبت، عملت كده عشان تخفف على الدعم السريع كل العقوبات. انت ما شفتي كاكي ولا شفتي براء ولا شفتي زول ضابط واقف في الارتكاز، مشيت قلت قال البراء قاعد في بيتكم وحددت نوع العقوبات المفروض تجي علينا والحصار والحظر. يعني الموضوع ممكن ما يصل، يعني الخواجات ده ممكن يقولوا دارين تعويض. الخواجات ده ممكن نص يحسوا صباح يقولوا دارين تعويض الراس بيه كده 2 مليون دولار بتاعي يحلوا المشكلة وتمشي القصة. حنان قالت لا، ده حيجيب عقوبات على الشعب السوداني وحيمنع إرسال الإقاثة وحينزل عقوبات على قيادة الجيش والجيش والشعب السوداني كله. مشت لي أقصى حاجة. طيب يا أخي خفف، يقولي يرتدون زي القوات المسلحة واحتمال ده يتبعون لبعض الميليشيات التي تحاول تخريب صورة القوات المسلحة. لكن ليه يعني؟ ليه؟ قدر ما تلقى حاجة تحمي بها شعبك وتحمي بها جيشك أعملها. أعملها. الأمريكان في التحقيق بتاع الجرائم والفظائع اللي ارتكبوها في سجن أبو غريب ما أدانوا قواتهم. بيكتبوا حتى الآن نجري التحقيقات لا نعلم من هو. يرتدي زي الجيش الأمريكي قاعد جوا سجن أبو غريب، جوا السجن مصور بالفيديو في تعذيب المواطنين العراقيين. أمريكا ما قالت إحنا ديل إحنا، ما قال، ما في زول بيقولها كده، وأنت زول قانونية. الزول بيحمي شعبه بدي مساحة، أنت بتديني فيهم بدون أدلة، بالمشكلة بدون أدلة. أنا داير إخلاصك ووطنيتك ده تعمليه لما نجيب لك الأدلة والإثباتات. هسي الدعم السريع قاعد في مصفى الجيلي، تيجي تقول لي ضربوا خصفوا الجيش؟ قاعد في مصفى الجيلي قاعد يسوي شنو في مصفى الجيلي؟ ده السؤال هنا. قصفوه بطيران، قصفوه بمسيرة، ده ما الموضوع. الموضوع الأساسي الدعم السريع قاعد في المصفى يعمل شنو؟ أديني دي ما بس ثابتة بالدليل. شيء عجيب، شيء عجيب، أنا ما أعرف السودانيين ده المعلوم. ودي مرة. لكن ما زال كنداكا تبقى مشى فيها، مشى فيها العمل حق الرجال. يبقى احنا انت متنكره، اسمك حنان ما اسمك حنان، انت متنكره يا حنان. لانه العمل اتعمل في الرجال مشى فيك، فانت لو مره ما كان يمشي فيك. بس لاحظت ده اختبار زي الصوره بتاعت الذكاء الصناعي لما دخلوا صورتك كلها طلعت الراجل اللي لابس بدله بيضاء. يعني كل الكائنات الحية الغير مرئية شايفاك على حقيقتك اللي احنا. ما قالوا الجن بيشوف الحاجات وكده، والحمار ذاته بيشوف الحاجات. هسه لو جيت جم حمار حينهيك فيك، حيعرفك. الذكاء الصناعي خدت له صورة بتاعت راجل. أي مرة هنا في السودان حتى لو معادل القوات المسلحة إلا أنت ورحاب وتاني منه مريم الصادقة. هل شفت اليوم ده كتبت لها موشح كده طويل لف ودوران ما قادر الدين، و
ونحن سنتر الرمانة ونحن ما عارف مدخل شنو ما عارف. لكن انت بيعجبني فيك الوضوح، شايلاه مع ابو ميتين الشعب السوداني. والله كرهة زي دي احنا ما لعبتنا ذاته، كرهة تاريخية. طيب هنا قال لك المشاهدات اللافتة للنظر، تبجيج أسر الدعامة الكانوا موجودين أصلا بالخرطوم أو أتوا لاستلام منازلهم وبيوتهم الجديدة للأبد عبر منافذ اللاماب والشجرة والشقيلاب، قادمين من فجوج عدة لركوب اللنشات ومن ثم لشط صالحة ومنها لأم درمان أو الهروب غربا للمضارب. ربما انتهى الحلم وخوفا من قدوم الكابوس، هذا لو لم يصادفهم الكراكن في عرض النيل الأبيض الهادي. خالد طارق، محمد خالد طارق ده يعني مصدر كويس يعني، وصفحته أخباره بتحرفها الدقة. ده الكلام اللي بنقول فيه يعني اخوانا الدعم السريع، والله قاعد يبجج. وفي مجموعة طلعت دي اللي هم طالعين بالنيل الأبيض وبيحاولوا يصلحوا في الجسر بتاع جبل أولياء. وهذا كلامه انه قال لك طلعوا بالنيل الابيض وبججوا ودارين يقطعوا البحر وماشيين بالشقيلاب وماشيين بالصالحه وكده، واحنا في مراحل الخواتيم والدعم السريع بيطلع، واللي بيطلع ما بيرجع وما بيصل. والجيش ما بوريك، لكن افهم اللي بيطلع من هنا ما 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 بيرجع لو لقى الطريق قافل وما بيصل الحته الماشيه. دي كلها بشائر، بروفات النهائية للمعركة، والناس بتستعيد وبتجهز والقيادة متحركة وكلام الجيش ما واضح، وكلام البرهان لا فيه تراجع ولا فيه تنازل لا فيه أي شيء. برضو من هنا في المواقف الوطنية نتكلم عن ندى القلعة. الليلة في الإعلام وفي الجرائد وفي الأخبار مواقع الرئيسية جايبين البيت حقها، استهدفوا الدعم السريع وحرقوا. ندى ما له الدعم السريع مستهدف ندى. ليه ما استهدف بيت حنان الدعم السريع؟ ليه ما استهدف بيت مريم الصادق حرقه؟ ليه؟ ندى دي بالنسبة لهم هي فرقة كاملة. ندى بتفتح لايف بتخاطب في صفحتها بس 3 مليون، بتكلم الشعب السوداني، بتكلمهم جيش، بتعمل مبادرات تدعم الناس المحاصرة والناس الدار تحل أكل وشراب، بتقف لهم بتتصدى، بتواجه الدعامة. الزولة دي ما بتحظر، ندى القلعة ما قاعد تحظر، بتقرا التعليق، بتقرا التعليق اللي بيسيء ليها وبيسيء للجيش وبيسيء للشعب السوداني. ندى بترد عليه، ما عارف انه الدعم السريع هيستهدفها، عارفه خايفه من شنو؟ هي ما خايفه، ماسكه خط اعلامي بتدعم في القوات المسلحه وبتشد من ازر الشعب السوداني، بتتصدى لحملات اعلاميه. حريه والتغيير واعلامنا الرخيص اللي بتجاوزوا في حقها كل يوم عشان واقفه مع الجيش وشعبها بس ده كل الموضوع يعني. الليله الدعم السريع استهدف بيتها حرقه، احنا ما حنقول لا حنرجع لك بيتك ولا حنبني لك بيتك ولا لا لا لا، انت جيش يا ندى القلعة تبنيه لك وزاره الدفاع زيه زي اي وحده عسكريه، زيه زي المدرعات، زيه زي القياده العامه. بيتك ده يطلع سلاح المهندسين هو اللي يبنيه، لانه انت موقفك اللي وقفتيه مع القوات المسلحه ده سيدنا اتباه ذاته ما وقفه. ولا حنقول مبادرة ولا انت محتاجة لمبادرة ولا اللي عملتيه ده عشان يردوا لك، انت جزء اصيل من القوات المسلحة وبيتك ده زيه زي السكنات العسكرية، وما استهدفوك الا لانك واقفة مع الحق وقمت بدور بتاع اعلام وتوجيه معنوي مؤسسات الدولة الرسمية ما قامت به. بنوريك الفرق بين النموذج اللي عندنا كنداكا وسودانية وبين النموذج بتاع الحرية والتغيير وعبيد الإمارات وخدم الدعم السريع اللي بيفتشوا في إدانات للشعب السوداني وتوريط للقوات المسلحة واللي بيدافع عن القوات المسلحة بما يملكوا. أول البيوت اللي دخلوها الدعم السريع كان بيت ندى القلعة، وأول انتهاك أعراض وأول انتهاك بتاع غرفة نوم كان مصور بيت ندى القلعة. دخلوا بيتها واقفه، دخلوا المحلات حقتها قبل كم يوم مداخل فيها، ده عامل مصور فيها بيقول لها دي كوفيراتكي كوفيراتكي. الليله ضربوا لها بيتها حرقوه واقفه وحتقيف.
ولا محتاجة انه زول، انا بس بوريكم الفرق بين النموذج. اتحاد الفنانين السودانيين ده ما فيه رجال بيجوا لفين عمم عديل بيغنوا سيرة وبيغنوا وجلد وبيغنوا، ما فيهم واحد حاسس بيقدر يفتح لايف ولا يقول انا مع القوات المسلحة، ولا واحد فيهم. اللي بيتكلموا عن سيرة الفراس في السودان واللي بتدفع لهم مليارات وملايين في حفلاتهم، والواحد بيجي داخل زيه زي الرئيس واللي بيدقوا له النحاس في غنوة، ده واحد فيهم؟ ما فيهم واحد كتب له كلمة دعم القوات المسلحة علني. لا يستطيعوا، ما بيقدروا، ما بيقدروا. الشغلة دي يا اخواننا دي شغلة كبيرة، وده اختبار حقيقي للمواقف، واختبار حقيقي لصيغتك في قواتك المسلحة انها منتصرة. كلهم راجين الجيش انتصروا، بكرة الصباح يجونا بالاغاني حقتهم. كلهم راجين الجيش انتصروا، يجوا داخلين لنا بالبكاسي محملة دعم للحميات العسكرية عشان يتصوروا. ده كله احنا ما شايفينه وراصدينه، ما تجينا ثاني، ما تجينا ثاني. رجال اعمال صيغتهم مهزوزه في القوات المسلحه، بيساعدوا الجيش بالدس، ما داري يخربوا موقف وش لدي خاربه وش واضحه. جيش وتتقطع سبل رزقها وشغلها، والان احنا جيش، جيش دي لانه وردنا انها واثقه في القوات المسلحه، واثقه في انها مع الحق، واثقه انه الجيش ده حينتصر. ده نموذج. ربنا يعني يخلف عليها بالخير، وربنا ينصرنا بيها، وربنا يعني يخلف على الشعب السوداني القدم وضحى. وبإذن الله الناس بعد المعارك ده أخواننا وبعد الاستبسال ده غير الانتصار ما عندكم حاجة إن شاء الله. برضو بندعم السيد دول الخرطوم ونقول له الاجتماعات اللي عملها ابراهيم جابر وتحويل الصناعات والمصانع والحاجات، احنا مصانعنا ده ما عندنا حاجه تمرق من هنا، خلي الدعم السريع يحرقها، لكن ما في ولايه تشيلها، ما في ولايه تشيلها. الولايه دار تشيل مننا مصانع وتفتحوها فيها. يا ابراهيم جابر ترسل لنا مشى من الحاميات العسكريه حقتها، لكن ما عندنا حاجه تمرق من هنا. حاجه القاعده في الخرطوم ده خلاها تتحرك في الخرطوم، ما عندكم مع شغل. الدار يدعم ولاية الخرطوم، مش كل دقيقة تشيلوا منها مؤسسة، البورصة، المصانع، ما عندنا حاجة بتمرق من هنا. دارين تعملوا عملوا في ولاياتكم. هسي احنا في المرحلة دي الخرطوم هي السودان، والخرطوم هي الانتصار. وهسي قريب احنا حنطفي النور ده، الجوة جوة والبرة برة، والكلام ده للدعم السريع، والله العظيم. الجوة جوة والبرة برة. وزي ما قال أخونا شبشب الملك، قال لو الدعم السريع طلع من البيوت وطلع من المؤسسات متفاوضين لشنو، ما القصه انتهت. احنا دايرين نوصلك الحته دي، القصه انتهت وكشف بس.